مساء الخير، حلقة جديدة وترند جديد، وقلنا نكمل هبد فاطمة مين؟ زينب. زينب، ازيك يا زينب؟ ازيك يا محمد؟ والله اتبسطت بالهبد بتاعك، يعني عمل نجاح كبير على السوشيال ميديا. شفت؟ ايه بقى هو الجديد؟ ما كانش هبد، هو كان واقع وحقيقة. انت اللي ما كنتش طبيعي. ايه الجديد بتاعك بقى؟ في ايه بالظبط؟ يعني في ارائك يعني عاوزين نعرف اخر ارائك بقى في 2023. مش اخر ارائي، بس النهارده بعد ما ممكن الست نقول رقصت. لكل ست، لا النهارده ممكن نقول لكل ست اصيله سند وظهر لجوزها زي ما هو ليها، بتقدر جوزها وبتراعي جوزها كل سنه وانتي طيبه وربنا يثبتك. ليه بقى كل سنه طيبه عليا؟ يوم المراه العالمي النهارده. ايه يا والله محمد؟ انا عارف ان هو يوم طيبه؟ المرأة العالمي، بس انت يعني ما انت يوم الرجل العالمي، يوم ال كده، لكن يعني الست العالمية او الست بتهنيها حاجة جديدة. مش احنا اتفقنا يا محمد ان انا مش ضد الست؟ انت تتفقي او انا براحتك، مش ضد. لا انا قلت لك كده، لا انا معروف كده ان انا مش قولي ضد. قولي لي، هو انت بتتميزي بالهدوء يعني الناس كانت كلها الكومنتات ان انت هادية قوي، هل انت بتصطنعي الهدوء ده؟ يعني افتكر احنا هصطنع طول الوقت؟ يعني انا مش محتاجة اصطنع حاجة اصلا. هو انت رايقه كده على طول، يعني بتسمعي اغاني ايه يا بتخليكي طرق كده؟ رؤيتي يا رب، يعني طرق رؤيتي وتشوف اللي انا بشوفه. ما تدعيش عليا، انا مالي يعني، انت براحتك، بس انت الروقان ده جاي منين؟ لا هو شخصيتي كده، مش موضوع روقان. يعني انا بفكر كويس قبل ما ارد وقبل ما اتكلم، ومش مندفعه، وردود افعالي مش سريعه. يعني انا بفكر كويس. شفتي الكومنتات بتاعت الناس؟ شفت الناس بهدلتك ازاي؟ لا، شفت انت؟ الرجالة جايين معاكي وكل الستات معايا. طب ده طبيعي، كل الستات اللي مش طبيعية والفيمينست لا، ما اسمحلكيش، أو الأغلب، أو ما الأغلب اسمحلكيش تقولي كده التوكسيك. على الستات. لا أنا بتكلم على أغلب الستات اللي فعلا المسترجلة، هما بس اللي لا واقفين انا معاكي. اسف، لا انا في ستات ما فيش كتير ستات ردوا مسترجلة. واتكلموا ومتفقين جدا معايا ومع الكلام. لا في ستات مسترجلة لا، طبعا. ما فيش ستات لا مسترجلة. في طبعا، وانت بنفسك شفت. لا انا ما بس شفتش، انت انا ما بتقاوح وبتجادل دلوقتي، لكن انت بنفسك شفت وعرفت. لا انا ما فيش ستات مسترجله شفتها، وكل الستات اللي اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت وقالوا كلام جميل ليا وكلام مش جميل ليكي، كلهم يعني كلهم فوق راسي، يعني ما فيش ست مسترجله. لا في انت ما عندكش فكره عن كده، او انت ما ما عنديش شفتش او فكره ما ايه قابلتش حضرتك، كده. ما ده عنديش حاجه فكره تانية، ايه ده حضرتك، انا حاجه. لا بشوف طبعا في ست كل الستات مسترجله. قمر. لا في ما ست انا مش مسترجله؟ بقول ست وحشه، انا مش بقول ست مش جميله او ست وحشه. ما فيش ست هو وحشه. احنا هنستمر في الهبد ده كتير يا زينب؟ ايه الهبد في كده يا محمد؟ انت عايز، انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني انت ضد انت دلوقتي مساندة ودعم الراجل؟ انت مستوعب اللي انت فيه؟ لا انا بدعم الراجل طبعا. فين تدعمه؟ انا فين ما انا راجل انت حضرتك. بتعمل كل ده ليه؟ عايز تتجوز يا محمد؟ انت انا بتعمل ده عشان عايز تتجوز؟ خالص امال بتعمل كده ومش عيب ليه؟ ان انا اتجوز، بس اكيد هتجوز ما واحدة واثنين بالظبط. بس وثلاثة. انت دلوقتي ضد الراجل ليه؟ انت كمحمد ضد الراجل ده ليه؟ الرجالة حبايبي، فين بس انا فين بشوفك. انت ضد هو اي انا حد بطلع، بيدعم الراجل؟ انا بطلع اهبد على الرجالة؟ انت بتطلعي تهبدي على الستات، عن بعض الستات مش عن كل الستات. يعني انت بتقولي الستات مسترجله، يعني ايه اه مسترجله؟ اغلب الستات مسترجله طبعا، والرجاله بيعانوا من كده. وانت بقى يعني عشان شعرك الاصفر ولا ده لونه ايه ده؟ مش بالشكل، مش بالشكل خالص. طب شفتي مسلسل وسط البلد؟ في ست مش مسترجله اهي، اسمها رنا، اوكي ده كان دورها في المسلسل، اوكي كانت مخطوبه لخالد اللي هو ابن فضل، اوكي ابن الفنان القدير جمال عبد الناصر، وبتحب فضل ومخطوبة لخالد وبتلعب بيهم كورة. دي بقى يتقال عليها ايه؟ دي ست توكسيك. انت شفت المشهد؟ شفت المشهد؟ توصيفك ايه يعني؟ دي يعني ست توكسيك. دي بقى اللي انت مش بتحبيها؟ دي بقى اللي انا بتكلم عنهم. بس دي في المسلسل، خلي بالك مش في الحقيقة. لا في منها واقع، في منها في الواقع. شفتي بتقول بكل بتاع للراجل، كل جراءة وبكل، انا هروح اقول لابنك ان انا ما وابنك مش، بحبكش. وبتهدده، بتهدده بابنه وهي على علاقة بيه وبابنه. لا بس هو الراجل بصراحة شريف، هو الراجل شريف قال اوكي، لها بس هي بتحاول معاه فبتبتزه في نماذج زي دي في المجتمع. كتير. ايه يا محمد انت جاي من المريخ؟ في ايه يا بابا؟ في طب ايه؟ وجه رسالة لرنا، انت ست توكسيك.
يا محمد في ايه؟ ليه انت ليه جاي منين يا محمد؟ انت ما شفتش الحاجات دي؟ انا والله ما شفت، وانا اصلا كنت بهاجم المسلسل ده عشان شايف ان مفيش ستات بتعمل كده اصلا. ازاي يا محمد؟ لا في طبعا، في ستات، في ستات قادرة. ما انا فعلا انا لفظي قادره ده، انا يعني كنت، قادرة ده مش عيب، لا ده لفظي وصف، قادره ده ده وصف انا وده كنت مش انا لفظ. قلت لها كده يعني، قادره هي قادره اللي هي ست بتعمله ده، ست قادره مقتدرة، قادرة ومقتدرة كده. يعني ان ايوه هي تتخطب لخالد لا علشان تفضل جنب مش ابوه. اخلاق، مش اخلاق ولا. وفي اللي بتتخطب لواحد، بتتجوز واحد عشان تفضل جنب اخوه، علشان ما طالتش اخوه فبتتجوزه هو. خراب بقى، لم خراب بقى، لم خراب بقى، خراب بيوت وخراب اسر و... محمد رمضان هيتجوز 4 في المسلسل، جعفر العمدة، والله لو هيعدل حقه، رأيك ايه؟ لو هيعدل حقه ايه المشكلة؟ مش شرع ربنا ده؟ طب ايه انت معترض انت كمان؟ لا انا مش معترض، انت عايز ايه؟ انا بقول لك يا رأيك ايه، انا جيت جنبك، حقه، هو انت عاوزة حقه. تتخانقي؟ لا انا انا مش بكلمك، فاهمك. اصل انت ماشي، انا بقول لك ده حقه وده شرع ربنا، لو هيعدل حقه. يعني هو عادي. هيتجوز 5 وهيتجوز 4، شرع ربنا. طب انتي بقى لو جوزك اتجوز عليك 4 هتبقى ايه ظروفك؟ جوزي اتجوز عليا 4 ازاي؟ ما فيش شرع بيقول يعني 5. يتجوز عليكي 3، يعني انتوا تبقى 4 مع بعض كده، مع بعض اسره. وواحدة تبقى احلى منك. بص مبدئيا يا محمد، ما اعتقدش ان جوزي اصلا هيفكر يتجوز عليا. تمام، لان انا مش هوصل جوزي للحته ان هو يفكر اصلا يتجوز عليا. الراجل بيتجوز يعني، الراجل بيبص بره لما يبقى مش مكتفي جوه. وانت بترقصي له، وانت هترقصي له على الاكل طبعا يعني، انت هترقصي له وهو بياكل، وايه جوزي تاني؟ من حقه ايه اعمل، بقى تاني الاوبشنات عشان برضه نبقى لا عارفين؟ هرعيه وهاخد بالي منه وههتم بيه وهقدره وهديله وضعه وهديله برستيج وارقص له. ما ارقصلوش ليه؟ مش حلالي يعني؟ وانا برقص لحد من فاهمة. الجيران ولا حد لا من صحابي؟ لا ده لا، جوزي يرقص لي براحتي، انا حر. بس اشمعنى هو بياكل يعني ليه هو بياكل؟ محمد خليني بس اخسر الموضوع ده علشان الترند ده لسه لحد دلوقتي ما طلعتش منه. انا كنت في حلقة من حلقات السيد، ما وبعدين بتكلم بقول الست بتقول يعني طول اليوم البيت والعيال والتنظيف والى اخره، وانا دلوقتي هبقى هنضف واعمل ومش عارفه ايه والعيال وكده، ولا هرقص له؟ قلت له حضرتك مراعاتك لولادك ولبيتك ده ملوش علاقه باهتمامك بجوزك. ده حقيقي. فقالت لي طيب تمام هرقص له. طب انا دلوقتي هقف اعمل له اكل واتعب في المطبخ واعمل له اكل، ولا ارقص له؟ قلت لها حضرتك هتخيريه، ارقصي له وهو بياكل، عشان يعني بفض الحوار والمجال. فنزل ترند وترقصي له يعني، مش عشان ترقصي له تجوعي، ولا عشان تاكلي تحرمي. طيبة انت، يعني انت طيبة ما شاء بسيطة الله. يا محمد، انتوا لا مكبرين الموضوع. انت طيبة. ما فيش بقى اراء تانية كده من ارائك اللي احنا نحب نشوفها دي في ونسمعها؟ نصايح، ايه بقى نصايحك؟ وانا النصايح دي ليك مخصوص يا محمد، عشان انا مالكيش دعوة بيا، انا بتكلم انت بتقضي ال لا هي ليك انت مخصوص يا محمد حقيقة، انا عارفة ان انت دلوقتي داخل قصة حب جديدة. ولا اي حاجة. انت كمان بتقولي العبد شغال في اي حتة. ايوه لا هي نصايح لبعض الرجالة قوليها لنا بقى. يعني، يعني مثلا ان الست مش من حقها انها تفتش في موبايلك، لا شرعا، لا الشرع ولا العرف يسمح بكده. لا ايه؟ الشرع، ما شفتش حديث بيقول ان لا ست هو شرعا مش مسموح لها، ده اسمه تجسس. مش من حقها تمسك موبايلك. هل انت ممكن تمسك موبايل مراتك وتفضل طول الوقت تتابع؟ مش مره هتقول لك لا علشان اختي بعتلي صور وهي مش عارفه لابسه مش بالحجاب مثلا، او لابسه لبس بيت، لا علشان صاحبتي مش عارفه ايه ومش عايزاك تشوف كده، لا عشان مش عارفه ايه، هي حلال ليها وحرام ليك انت؟ يعني انت طول الوقت بتبقى مراقب كده ومعاه الباسورد بتاعك وبتمسك موبايلك وطول الوقت بتشيك عليك كده، ده عادي؟ ده مريح بالنسبه لك حتى لو انت مش بتعمل حاجه غلط؟ لا، ما انا هجيب موبايل تاني. اهو اهو هسيب لها ده هسيب لها وهجيب ده غيره. واجيب موبايل تاني في شفت؟ العربية. شفت؟ طبعا. يبقى من طب ما الاحسن كل الرجالة بتعمل كده. عندنا موبايلين، بيعملوا ايه؟ واحد في البيت وواحد في العربية. ليه بقى؟ عشان ما حدش يعرف عننا حاجة. عشان بتعملوا حاجة غلط ولا طبعا علشان عشان عادي؟ بنعمل حاجات غلط كتير.
فعلا؟ أدام. لا مش كل الرجال يعني مثلا واحدة حلوة، يعني هسيب الواحدة الحلوة واكتفي بيقول لك بمراتي هرقص مثلا. وبتاع ومش هرقص والجو انت مالك بهترقص ومش هرقص؟ انت يعني مالك على دلوقتي؟ أساس إن اسمها اكتفي بمراتي، إيه؟ اسمها سيب الواحدة الحلوة واكتفي بمراتي. لا إن الله جميل يحب الجمال. عشان كده مسموح لكم بالتعدد. طب ماشي، ما أنا مش عارف أتجوز، الدنيا غالية، نجيبها نقعدها معاك في نفس البيت، معاها في نفس البيت. مش هينفع، ليه؟ مش هتوافق. وهي هتوافق انك تتجوزها بره؟ دي حاجات يعني من تحت لتحت، لكن مش هنقولها. بس هو الرجالة، كل الرجالة عندهم موبايلين، واحد للبيت واحد تحت كرسي العربية تحت بتاع. بسبب ايه بقى؟ سبب بسبب سخافة الست، بسبب انها واقفة لك على الواحدة، مش عارف تاخد نفسك، مش عارف حتى تتكلم مع صاحبك براحتك. انت بتكرهي الستات ليه؟ مش بكره الستات، انا ضد الست اللي هي انا بحب الستات ولن النرجسية. ما اسمح، انت لازم تحبهم، انت ولن لازم اسمح تحبهم. ان حد يضايق الستات. ايه اللي يضايق الستات في كده؟ ما انت قاعده اهو تغلطي في لا الستات. انا مش بغلط في الستات، بس الست المتحكمة والزنانة دي متعبة. ناخدها على قد عقلها. ما انتوا حاضر اوريدي ونعم، بتاخدوها على قد حاضر عقلها. ونعم، ونمشي الدنيا بتتمادى ما تتمادى براحتها. خلاص، انت قابل كده؟ اتس اوكي، تتمات، في غيرك ما عندوش طاقه. خديها على قد انا دماغها خدها كده ليه؟ ما وعلى قد خدهاش اصلا. بتاعه وخلاص ما هو وبتاع، فعلا ده اللي ومش بيحصل. حالي كده. بتنزل، بنزل اشوف صحابي، بنزل اشوف، بروح الجيم، راح اقابل واحده صحابي، يعني الدنيا بتمشي. يعني فعلا الست دي اللي انت بتاخدها على قد عقلها، بتاخدها على قد عقلها وتعيشها في حته، وانت في حته تانية اصلا، وانت بتعمل كل اللي انت عايزه وكل حاجه. شفت؟ يعني هي اصلا لو ست بتشاركك كده حياتك، بتشاركك مواقفك، مش معقده، مش بتاعت مشاكل، مش واقفه لك على الواحده، مش في الراحه وفي الجايه، انت فين ورحت فين وجيت منين وعملت ايه وخناقات وقول. صح؟ ما فيش حاجة لو جديدة، هي كده ما فيش حاجة جديدة غير الحاجات دي، عشان النصايح دي احنا خدناها من كل حتة. يعني بجد، هل في نصايح ما جديدة؟ هو ده اللي الستات عايشين. هنجيب منين؟ ده اللي الستات عايشين، ده الواقع المرير. سابت عليا. بس برضو احنا كرجالة هنفضل ماشيين بدماغنا، وهنفضل عايشين. هتفضلوا تعملوا اللي انتوا عايزينه ومغفلينهم، وهي فاكره نفسها ناصحه، هي فاكره نفسها طول الوقت ذكيه ومسيطره، وهي وانتوا مغفلين. طب انت زعلان ليه؟ لا انا بتناقش معاك، ما انا هو مش الراجل، زعلانه ما هو خالص، الراجل انا اهو، بوضح الصوره. ما هو الراجل اهو يعني بيحاول يرضي الست. يمشي اموره، ما هيعمل ايه اكتر من كده؟ صح اللي هو بيعمله. خلاص انت ما قبلتيش تكون العلاقه لطيفه وبوضوح وسلام، فبتتغفلي. عارفه بقى هي متخيله ايه؟ متخيله ان هي قائد الحياه دي، ان هي اللي بتقود الحياه دي. تستاهل، بالظبط، تستاهل وتستحق صح. طبعا الست ليه دي بقى؟ اجمل حاجة في الدنيا. شيزوفرينيا يا محمد، لا والله يا دي ست، شيزوفرينيا. ليه؟ انا بقول لك الست، انا هي تستاهل، وازاي احسن حاجه في ايوه الدنيا؟ تستاهل، الست تستاهل ان هي دايما تبقى احسن حاجه في الدنيا. المفروض ده طبعا الطبيعي، طبعا. سواء بقى ماشي على دماغي ولا مش ماشي على دماغي، انا بمشي اموري وخلاص صح عشان الحياه تكمل. صح طب انت لو معاك واحده ست بقى، منها صاحبك ومنها يعني صديقه ليك يعني، ودي بترتاح معاها وبتتكلم معاها في كل حاجه، اللي بتحكي لها كل مشاكلك ومش قلقان ولا خايف كده انها مثلا في يوم من الايام تبقى ماسكاهم عليك زله او تتناقش، تمسك عليا ايه؟ حكيت لها حاجات ومواقف، مش خايف؟ ومش في رجاله ما بيتكلموش مع مراتاتهم بسبب مواقف مثلا حكوها لمراتاتهم بعد كده في خناقات ومشاكل، اتكلمت في الحاجات دي وذكرتها، فده في حد ذاته كارثه. ست لا تؤتمن هو يعني. انت يعني بجد والله ما بفكرش تهجري والله ليه يا على محمد؟ فكرة. يعني اهاجر ليه؟ انا انا شايف ان الستات مش قابلينك في مصر. اتس اوكي يعني، هو الستات اخر العالم يعني، ولا اخر الدنيا؟ انا خايف عليك يعني، مش انا كل مش الستات على حاسس فكره، ان هم مش كل، متقبلين كلامي. على فكره في ستات كتير بتقولي كلامك صح. لا ما احنا شفنا الكومنتات بتاعت الناس وشفناها بعينينا، صح؟ في واحدة قالت لك قالت لي كلامك صح وانت عاقله، في حد، وفي واحدة قالت لي كلامك حلو، او قالت كلامك لي صح، انت عاقله. والله العظيم يا محمد ده أكيد أنتي حد عامل أكونت فيك صح. طلقها علينا. كرمشالها حاجه. لكن ما فيش واحدة، يعني الكومنتات كلها الستات كلهم لا لا كانوا لا، جايين، والرجالة ايا كلهم كان برضو ايا بصراحة كان ايا، كانوا ضد. انت في راجل كان معاك
ولا ايدك؟ ما هو الرجاله، ما الرجاله طب مش انت في راجل ايدك؟ لا طبعا. طب ما تهاجرش انت ليه؟ ايه انت ما تهاجرش ليه بقى؟ انا ما عنديش ازمه يعني عادي، انا ما بقعدش بقى ستات وسيب البلد وامشي وبتاع والحاجات دي. انا قلت لحد سيب البلد وامشي. خلينا بقى نروح لاخر حاجه، وهي الموقف اللي احنا شفناه في مسلسل وسط البلد ده، انت مع ولا ضد ده في الدراما المصريه؟ شوف، مش حوار مع او ضد، هو ده يعني ده بيحصل في الواقع، بس انا ضد ان احنا يعني نتكلم كتير ونحكي ونمثل في حاجة حاجة مش حلوة. ده اللي بيبرز السيء في المجتمع، وده اللي بيبرز النماذج السيئة في يعني المجتمع. الست رانا لا سيئة لا، جدا جدا. وتستحق ان انتي انتي كده كده اصلا ما بتحبهمش، فانت كده اصلا يعني ما صدقتي الفئة النوعيه دي، دي. الفئة دي لا، بالنسبة لي اكيد طبعا مش بحبها، بس انا ضد ان احنا نبرز اي حاجة سيئة في المجتمع ونمثلها ونعمل عليها شو علشان بتنتشر، بس منع للانتشار مش اكتر. لكن اكيد في وجهة نظر، يعني اكيد حاولي تتجوزي زينب ان اكيد شاء الله، اكيد كلنا ان هتجوز، شاء الله كلنا نحضر فرح زينب اكيد قريب، لان هتجوز. زينب لازم انت تتجوز عشان محتاج جوزي صح؟ تحل انت تحل محتاج جوزي عنكم كستات. اطلاقا اطلاقا. على فكرة جوزي هيطلع يقول لك انا بعمل ايه. هنجيبه وهنسأله. كل سنة وكل ست وكل ام اصيلة. لا لكل الستات، ما تقوليش بقى تقولي لا، ما. كل سنة وكل ست وكل ام اصيلة فعلا ومتربية وعندها اخلاق بخير. وانا بتكلم عن الفئة بس، الستات الكويسة، الست اللي بتربي ولادها واللي بتراعي بيتها واللي بتراعي جوزها، والست الخلوقة والأم والأخت والأصيلة المتربية الخلوقة اللي عندها دين وعندها أخلاق، مش كل الفيمينست سنة وانت ولا طيبة يا زينب، المسترجلة. كل سنة وانت طيبة. انت طيب يا محمد. دايما الستات هم تاج رؤوسنا. السلام عليكم. بعد الستات شكرا يا زينب. جاي تتخانق معايا.